الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. آه موضوعنا غدا به كساب سنا كاتون كساب سنا كاتون كارجا اي حرانا اه نبي عليه الصلاه والسلام وحداي صحابتنا كاغد يدين وكاتون كفضه كاتون كده كاحين الشيخناي اني حران تاهي رجا اني ابن انا اني حران كاتاي واحد شركات تمكّل أو مركا أما النحاسة أما بر أباشرة كنوعا صحيحا شذوذ العلم أغاركون وحي إن كاتونكا برتايان بناني يستخدم خلاف كتشر بعض أهل الْعِلْمِ أي عسكنا يلتمس من حديد حديث صار وراشرا والنبي عليه الصلاة والسلام ويروح عنك واركا هذا شر منه هذا حلية النار نبغى مركا كاتون دهب حدنا مركا صلى عليه وسلم كاتون كي دهب كاود ديدي مركا صلى الله عليه وسلم كاتون كي تقوحو برأه حديث كا سوريا ابو داود سوري هذا شر منه كم بابك شربذن هذا حلية اهل النار واهل النار كوحه يحدانوي و برها يحليهن يدلوك ترقرا الى عقابه inay ka mid tahay baa laga tilmaamayaa taa yadoo ku dhisaaya baa ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhahdeen kaatuunka birta in la xidhaa ma bannaana marka waxaa ishkaal gelinaysaa xadiiskan iltamis walow khaataman min xadiid oo ka sixo badan oo bukhaari iyo muslim ku sugan yacanii see loo gelayaa waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa dhici karta dee in manfaco kale loogu intifaacayo ayaa dhici kartaa ila meherka waxa uu ku dhici karaa wax kastoo manfaco leh وَلَوْ مَنْ فَعَذَ سَيَهْبَيَّ رَاتَبَيْهِمْ وَأَيَّهِ بابك شَنِيَةٌ نَاد باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي باب بيان ما كِعَضَيْنْتَ لَعَضَيْنَا أيوة يُؤْبَى بِهَيْهِ جاء كويمي في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم درع رسولك صلى الله عليه وسلم صفة سكويمي درع وحلوشة ودرع دقالك إبرت أها ee laga xidhanayay leebabka iyo warmaha iyo waxa la midkaa jidhka ka celinaya oo ka daafacayey waa dirci dagaalka weeye dircigaa dagaalku wuxuu ka samaysnaa dee bir buu ka samaysnaa bir ayuu ka samaysnaa marka sifadiisa waxaa loo jeedaa sifada nebigu u xidhan jiray calayhi salaatu wasalaam ay fii sifati lubsi dircihi waaya waxauu inoo keenayaa xadiiska uu inoo keenaya wuxuu ku saabsan yahay ama labada xadiisa uu inoo keenayaa wuxuu ku saabsan yahay يعني مركا صفة الدرع مركا أولها يعني مركا صفة أحد شري أي يكون رمياً درعنا وحي علماء الولادين يذكر ويؤنس درع هدو يهي درع الدقالك مرنا والا تأنيسيا والا الدقيقيا مرنا والا تذكيريا والا اللبيا مركا ضميرك اللوسو يوم رب مدبال لقردك نبي عليه الصلاة والسلام وحاوسو ناضي الدرعية متعددة أي أوسو ناضي والدرعية الدقال

آه كتاب كيس آه زاد المعاد في هدي خير العباد تضبط درع وتضم مقعب هايين درع وحلورنشري ذات الفضول بالورنشري وحذات وحل ذات الفضول لو قبحي أو دراء ديراء أي ذات الفضول لو قبحي درع أنك يهودي أبي الشحمي لورنشري نبي عليه الصلاة والسلام الرحمي ومركو كأما هضي نبي عليه الصلاة والسلام حقا راشنو هيدأ وصدّاً صاع مالها أصابه كأمهذا ما فرهانهان هان قدّي بيّنو سيها إسطو درع عاص دا إذا تلفظو لورنشري إلى ري إلما إيا إنتو الدين تأوكينيو النبي عليه الصلاة والسلام مدّد الدين تانا عديث كوكا لأي صحيح وقصة غاني هاي لكن مدّد الدين تاوحي علماء ذا قاركوذ يلاه ذان إلا صنّط بيا هاي ماركا النبي عليه الصلاة والسلام أنو الدين بحن دري عنا أول رحمي هاي نكا يهود جاء النبي عليه السلام الأوف صدي سيد حديثك صحيح كصارطين. دري على بعض حلو رنشري إذا تلو شحب لورنشري. ما دري على بعض النبي عليه السلام أصون هذا دري هذي دجالك يعنيها. دري كلو حلو رنشري إذا تلو الحواشي بالورنشري. دري كلو حلو رنشري فضة لورنشري. دري كلو محل درع دري شناد سعودية أما السعودية لبذا والله ضبطيه. يعني غين يا لبذا لابد الباء سعوديه هي السعوديه لبذا مركه ذات الحواشي يا فضه لابد با ولدي قينقاع اي النبي عليه الصلاه والسلام كهلي درع مركه اللي حادو لورنشري بتراب لورنشري درعه الضباضنا خير نقبا لورنشري خير نق اي جري تضبضها درع, درع الدقال اي النبي عليه الصلاه والسلام اسقناضي حديث كاب قلي قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج وقال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد درعان الحديث أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ونن مركا وحواي السقا وحافيداويية أصحاب الكتب الستة أنا بل وحواكم مديا هيي الشيخ أي وداغان أصحاب الكتب الستة وحاشرة سقال الشيخ أو أصحاب الكتب الستة دمانتود أي وداغان ومدوال والبطوس كتاب كيس أصل كأه أه المعتمد كا أه وريي الله السيدة والرحيم وحواي صامر الرقار كم محمد بن بشار وصوم مرّي محمد بن مصنّى وصوم الرّي، قال لنا أن براروشين نصوم الرّي مرّين نصر النصر بن علي الجهضمي الضميب أكمّد أبو الخطاب الزياد بن يحيى أبا كمّد مرك أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج أحو كتشرا سقال كاشيخ بكتشرا يونس بن بكير ويونس بن بكير بن واصل الشيباني وأن الصدوق أرهن شي بضن لكن مرك قال بخطأها بخاري تعليق بو حقوري مسلمنا صحيح سو ابو داود يا يا ابن ماجه يا وحوري محمد بن اسحاق بو كورنا يا صاحب السير والمغازي ومحمد بن اسحاق ابن يسار وي الصدوق صدوق قد بضن. وانا من صغار التابعين اصحاب الكتب السته وحباي وريين marka laga reebo bukhari oo انت كلام انت inta يعني مركا كتاب كيسو أحاديث مسندة أغوري هيا آه شيء تدريس بصمية أما شايخ دقار كود أحاديث واسطة لقصو وأنو وأنه كما قال أي سيغض عن عنا ذا كوريا هل كان عن عنا لكن ما تقاربي تقار بي يضو يضع السماعة عدين يو تصريحنا هذا حاكم تهي هذا ابن حبان تهي هذا أبي يعلى تهي يا ابن ابي عاصم مسادير مركب متعدده كسار وطيس وغصى ما يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير اسقنا ومن صغار التابعين وانا اصحاب السنن كاو حوريي لبضع صحيح واحبلوا قمورين لكن بخاري كتاب كيس جزء القراءه جار اي وحوريي مركب اصحاب السنن بل لكن وحوريي. يا ابي وعباد بن عبد الله بن الزبير اه أبهنا وننثقا ومركا تابعين تكمدا قاضبا وأهان شراء وقتك أبيه ومركة خلافة هيا أما إمارة مسلمين تهيا أي قاضي سونا أوكاها أي قاضي أها أصحاب الكتب الستة نوحو إهريين وعكورنا يا أووغي وحاوو النقونا يا اعتبار كمركة لو يحيى بن عباد وإلا عباد وحوية هيدا أبوية وعبد الله بن الزبير أو صحابه عبد الله بن الزبير <applause> نوح كورنا يا أبيه وكورنا يا الزبير بن عوام أحد العشرة المبشرين بالجنة مركا وحكسوا عن لطائفة إسنادك يكسوا عن وحكم إن وحوى يسدح تابعي وحكى لورين أيان محمد بن إسحاق وتابعه يحيى بن عباد وتابعه عباد بن عبد الله ويسون تابعه نكتك كلا إسنادك وحكتشرا يحيى بن عباد oo ka warinaya aabbihii aabbihiina ka warinaayo isaguna aabbihii ka sii warinaayo awow u noqonaayo yaxyo u noqonaya awowgaasina uu ka sii warinaayo isaguna aabbihii ka sii warinaayo marka afar isdhalay oo mid waliba aabbihii ka warinaya isdaba jooga sida kale haddaad u eegto waxaa ku jiraa saxaabi saxaabi wax ka warinaaya cabdulahi ibnu zubayr waa saxaabi zubayr ibnu cawaamna waa saxaabi laba saxaabi oo markaa wax kale warinayaana waa ku subantay حديث كسنة كيسو وحسن صابت الله تحسيني انا يعني وحي محمد بن إسحاق بي علماء ذو هدو سماع عدي أي حديث كيسا تحسينيان يعني. أي لهذا هو حسن سلي علماء بذن مران إنك بعض بعض أي صحيحين أيان يعني. وعلى لهذا محمد بن إسحاق يمالك يم باسكو عين مذول بنا فكروا كهذا الله مركا هذا كي محمد بن إسحاق مالك وحبا لكن هذا الكيم مالك محمد بن اسحاق وحبوه هذا الكيم مركا مالك هذا اللي هذا الأذق بكي يري آه تاس مركا وحب وحبوه يا لي زبير بن عوام وحو كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان نبي عليه الصلاة والسلام كركي سوح كسونا يوم أحد مالنت أحد درعان لبد رعبا كسونا ولا بد رعو الدقال ولا بد رعو بركة سميسا الله قلت لك قال <سؤال> اي ورماها اي يعني <فبيضانين> اللي بابكا اي يو ايليا او شركا كاي علي الله ودي عليه الصلاه والسلام <والهزة> الله ودي رعب فنهض نبيه عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> واهن غضوا الى الصخره حق الباقيحي مركا ويناي صخرة اها حقي صايوكا ايسو مركا فلم يستطع مكر كريم نبي عليه الصلاه والسلام انو كرو مكري كريم فأقعد وحو فريسيي طلحة طلحة بن عبيد الله أي أيوة فريسي النبي عليه الصلاة والسلام تحته خصيص أي أيوة فريسيي وصعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي نواك كري وسلان وحو يعني مركب دبركا طلحة إن لأن الرقاح ككره حتى استوى <متحدث> الى اوكص بنادي النبي عليه الصلاه والسلام على الصخره لقاها كركيسه الى اوكص بنادي النبي عليه الصلاه والسلام وقري قال وحي للزبير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحن مقل النبي عليه الصلاه والسلام يقول حال رنا أيه اوجب طلحه طلحه هو واجب اوجب طلحه وحلقت المامايه وعسى ما يفعل والنفتي سوغوها تشبي اي سابتي سا شنو النبي عليه الصلاة والسلام وعاوية يسد ودافعي لبضمد والبس وقلس حديث كا إمام الترمذي وحكوص ورينيا لبم موضع جامعي سكمي موضع موضع وحديث حسن وحديث حسن ورنيا حديث محمد بن إسحاق مويانا طريقك لأي وجهك لأنك منه موضع كرنم وحورانايا صلة جامعة حديث حسن صحيح غريب وحديث حسنة وصحيحة أو وغريبة أو اي أيوة ارنا وكلا سوري ابن حبان يا حاكم يا احمد يا ابو يعلي يا بزاري يا ابن ابي عاصم في السنة انتوا سوريين وصحيحي ابن حبان يا حاكم يا ترمذي ابن قطان وتحسيني ابو محمد عبد الحق الاشبيلي سوى وصحيحي شيخ الباننا في بعض كتبه وكتحسينيي مختصر كالشمائل كان وك على كل حال اشياء ذا سيسكا مور يمون ايسو كرتا او حنا غنكر حسن لذاتي صحيح لغيره مرك خصوص كيس ذاتا ذا اسناد كيس اللايغا يو حنا غنى يا حسن. مرك لايغو وحكى لا عاوينه يا الشواهيدا اسيحو تشينا يا مرك الله انا وحنا غنى يا صحيح. مرك غير ان واحد الاعداء اجتهاد كونوس خلافه. oo shiikhii yacni markaa waxaa weeye marna ijtihaadkiisa ay ula muuqato inuu xasan yahay marna inuu xasanka ka korreeyo inuu saxiix yahay ay ula muuqato oo tasxiixa iyo takhriijka tasxiixa iyo tadciifka arrinka ku saabsan takhriijka axaadiista la takhriijinayo min xaysu tasxiixu watadciifu xagga markaa tasxiixa iyo tadciifka iyo taxsiinka marka laga eegayo waa arrin ijtihaadiya wieye waa sida masaa'isha fiqiga ah ee laga ijtihaado kale ayuu la mid yahay haakada xadiidkan marka la sheegaayo aan halkaa ku yaro dare yacnii marka ibnu xibbaan iyo xaakim iyo su'aalna waaba la soo qoray mowduuca ku saabsane tasxiixaadka ibnu xibbaan ama xaakim ama tirmidi kolay lama quwo aha ee tasxiixa marka waxaa weeye bukhaari iyo muslim yacnii muslim iyo bukhaari markay saxiixooda ku soo saaraan iyo marka ibnu xibbaan saxiixiisa ku soo saaro أما حاكم مستدرك يسا يعني صحيحة وكما قعابة يسا صارو المستدرك على الصحيحين يولي أما ابن السكن صارو صحيح يسا أما ابن خزيمة صحيح يسا أما أو صحيحيو لما قوأها تصحيح مركب بخاري مسلم ودون ذلك وهيو دا شروط مركب صحيحة دا بخاري مسلم كتبته دا mashaayikhdan kale umay dhigin oo iyagu markaa axaadiistaasi inay acla sixa joogto ayay ugu tala galeen meelaha qaarkood ha lagu yara qabsado axaadiisaan badnayn oo acla sixa ha loo yara diido laakiin asal waxa ah khaalibka axaadiistay keenayaan waxay joogaan derajada acla sixa ayay joogaan amaa kutubtan kale saxiix iyo xasan iyo daciifba waa leeyihiin iyadoo saxiix cunwaankoodu yahay ayaa haddana axaadiis daciifa ku jirtaa الا يدعي كارتغار كود احاديث موضوعي بين يدعضه و هوي مستدرجه حاكم يعني ينسون النظر لعن احاديث مركه موضوعه ايه. لكن وحوي مستدرجه حاكم يعني بعض الاحاديث و رمضان يكوحو كومان انو موضوعي هي اي مركه احد عظيم احاديث دورو كوشرتانو صحيح معها يعني صحيح ماء مركه وحوي هوي احاديث توقيف صنته مركه على كل حال كل تصحيح هدول مقوءها تصحيح مركا أي ماذا كلا يعني لمقوأها حديث كان وحي الله لك قادنا يوحكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما لنت أحدين لو أدري حدي تاسنا وحي النغنيس لو أدري أن يسكد الحدي النغنيس وأن سوري ما غار كودين لو أدري حدي ما لن ذات الفضول في الضوض حدي ya maalin laba dirco kale oo xidhay wala soo wariyay taasna in diricyada dagaalka in la xidho oo markaa warmaha iyo leebabka waxaa ka celinaya in markaa la xidhaa inaanay tawakulka ka hor imanayn oo tawakulku aanu diidaynin asbaabta shareecadu oggoshaha in la qaato oo iyadoo allah la tala saartay oo tala saaradkii uu jiro ayaa haddana asbaabtii lala imanayaa asbaabtii baa lala imanayaa نبينا عليه الصلاه والسلام وحاها سيد المتوكلين اذا الله ترى صارت كي مضناب ناب يقف يغفض قبضنا وعكو عمل فلي خذوا حذركم قات الدكتوني قات الدكتوني دينه كعمل عمل الفلي وعكو عمل فلي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وديار صدى يعني قال ضو كري كرتان قال ضو كاري كرتان و, أود و تسكو عمل فلي. مركا الدرعية الدقالكة وحرنشري النبي عليه الصلاة والسلام وختياد غار كودن الله الدرع ويسكت الحلي حداي وختياد القار كودن هل درع ودرعياد الدقالكة ايو حداي. مركا يا إن لقاته يتوكل توكل كوين قاضنا النبي عليه الصلاة والسلام مالينتي احدن dhagax weyn oo markaysagaa dheer dee inuu koro inuu doonay dabeedna inuu kari kari waayo inuu karo waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa dhaawacmay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhaawacmay dhiig badan baa ka baxay marka waxa weeye in dhiiggaa daraaddii uu daciifaa laga yaabaa waxaa kaloo laga yaabaa markaysagaa dhagux inuu aaduu dheeraana waa laga yaabaa waxaa kaloo laga yaabaa labada diric yacni marka way cidhiidrhiyayeen مرك جاء لفتو ذين ككر الكريواينا ولا جايبا. ده مركى وحوية طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. يعني طبعا كشنه اللوجب الشاريه كم يضعها أي النبي عليه السلام. أuye لمركى وحوية حقا راجح وسيسى. يعني مركى يفرج يعني مركى فرج صدي فرار وكلاءه. مركى صار النبي عليه السلام سلامة وكل كلك تاي. مركى صار راجح ayuu u koray dhagaxan wuxuu u korayey maalintan uxud waa tay muslimiinta qaarkood u qaateen nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhintay oo la dilay nebiga in la dilay waa tay muslimiinta qaar u qaateen oo qaar ay niyad jabeenba oo iska fadhiisteenba iyagoo dagaalku socdo bay saxaabada qaarkood iskaba fadhiisteen niyadjabka ku dhacay daraaddeed anas ubnu nadri waa kii soo maray jamc saxaabada ka mid oo meel iska fadhiya markaasuwuy maxaa la fadhidaan markaasay yidhaahaan mi aad maqal النبي قيل لدي لي أنا سبن نظر وحكي لي وهذه النبي قيل لدي لي عليه الصلاة والسلام فريسي هل كل لقد لي ما كل مطان مركا سور دافع مركا سور اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء الله هو حنك أقبر إنه غنى يوحي كواس سميين يعني كوا قال ذو وحي سميين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء وحنك لو كاق عذر دارنا يا يعني وحن مركز مسلمين تو أي مركز marka sameeyaan waa kaaga cudur يعني المسلمين توحي سمايين يعني بعض يقول بو تشي داي وان كاغا قودر دارنا ماركا سو اسكا دافو حقا غالدا ايو سيفتي ولا كاي ماركا سو غالدا سيفتا لا يا الى ايغونا ماركي دمبي كديلي ماركا ده شيطانكم مالينتا وا دواقي قود لا مقلا يو دهر بو الا ان محمدا قد قتل يا يعني محمد ولا المسلمين ده مسلمين تقارن بابي المهدين. أعطيك الشيطان كود واقعي بين مخلين، مركو حبي مودين الرنط هاي بمودي، مرك النبي عليه السلام وحدون يا مسلمين تينا أركان، أمال در أموغان إسأ إنه حويه أكره، أدنى أيوة مادن، أو أي مرك أركان وبدان تادر هل كادر مرك إسأ أو كم مقدو تسودوني، ساعة مرك يلي طلحة يعني مرك أدوني إنه مرك أكره رجح. هذا النبي وحول عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة ساسوي تاسكالي ماها طلحة وحوها رقي كسوها رأي النبي عليه الصلاة والسلام الدافع يمال انتها صدى اللياب كالها آت كي آت كأو اللياب كبضان أتغالما وهي مرك مسلمين بضان أي عضي نبي شمعير ير وأن بضنين بكسوها رأي قال الله أنه سوى ريين وحيدون يرين محمد قاران الدلان markaa dalxatu bnu cubaydillaah wuxuu ka mid ahaa raggii ag joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee dagaallamaya nebiga daafacayay ee warmaha isaga dhigayey markay gaalada qaarkood isa soo miidaamiyaan yaa u baxayuu odhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam dalxaa odhan jiray ana aniga markaasuu ydhahda adugu halkaaga ku sugnow yaa u baxaya markaasaa saxaabi kale yidhahda anaa u baxaya markaasuu u baxaa ilaa laga dilo haddana markaasuu yidhahdaa yaa u baxaya markaasaa dalxa yidhahdaa ana

اما ايتاي سيف لوري يا سيديتها النمر عي طلحه بن عبيد الله مركز النبي عليه الصلاه والسلام اوجب طلحه اوجب طلحه ولي. قدر كان اوجب طلحه تركها لنا واليه والشواهد كالا ايوليه احوتشريس وحكى النبي عليه الصلاه والسلام انه يوليه طلحه ممن قضى نحبه طلحه حكمديه فرق النذر كودي قتي أي يا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر مركا طلحا إنو كمديه يكون النذر كودي قتي وحيكون نذرين كالصوب بحيا قتي إنو كمديه أي النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وحانو كمدها من العشرة المبشرين بالجنة تبكي تشنذ اللوغ بشاريي أي كمدهم حديث كبقل يكوب يتبن قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما نسخ قارو ذين قريان أحمد بن أبي عمر بيدين قريان وانا خطأ وخطأ كل عي نسخ قار كود كل عيو <ثم> صوابك وحويان <صفيق> ومحمد بن ابي عمر مرك عديا يقرن احمد بن ابي عمر عديا يقرن تهاي احمد قرن بومرينيا محمد بوكد القريه وخطا محضئه محمد بن ابي عمر هرين اصام مري ومحمد بن يحيى ابن ابي عمر مرك مركا مربى لونس بيا وقتي هذا غير ابن ابي عمر لا اله مرنا أبيه والله الشجاع يوم محمد بن يحيى ابن أبي عمر بالليلة هذا الله ذو البقى ودع ظهرين وصمر رئي سفيان بن عيينة يا وصمر وإمامك ويناء يزيد بن خصيفة أي مرك كورين يا استجنا أوجي باللون سبيي ويزيد بن عبد الله بن خصيفة وي أبيه عبد الله باللون لكن والنسبة إلى الجد أوجي أخ خصيفة باللون وان الثقة وانا من صغار التابعين تابعين يراب وكم دها اصحاب الكتب السته وحبي وريي وكورينا يا صحابي يا سايب بن يزيد وكورينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم احد درعان صائب بن يزيد وحو الشاغي ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان عليه يوم احد كركي سوحا كسغنا مالنتي احد كان عليه يوم احد درعان الى درع با waa laba diric oo bir ka samaysan oo dagaal oo qad daahara baynahumaa uu kala korraysiiyey dhexdooda bimacnaa waxa weeye dihaarka waxaa loo isticmaalaa marka waxa weeye marada xaggeeda sare aa loo isticmaalaa marada xaggeeda sare ayaa loo isticmaalaa marka waxaa laga tilmaamayaa labadii diric markii layska dul xidhay oo nebigu iska dul xidhay calayhi salaatu wasalaam midbaa waxay ka dhigan tahay ka dihaara inay ta kale uga dhigan tahay يعني مرك قيبته دي كروك رأي كلي جنت ساسيش لكن والله بض درعوا اسكت دلوقتي النبي عليه السلام نوع سوي لبض ضدعوا قضى ظهر بينهما ما لحدوا ذا أكل كرئيسية يو يعني مين حق السرائر مريء مين حقه السرائر مريء عجيب شوحة سوريي أبو داود يا ابن ماجه نوى سوريين يا إمام أحمد هيا شوحة لعضي سعيد بن يزيد مر وح يا نب كورنا يا صد مرك أبو داود أكل السوريي sa'b ibni yaiid can rajulin samaah ibnu maajah waxaa u soo warinaya canisaa'ib ibni yaziid in sha allahu tacaala oo istisnaa buu raacinaya laakiin waxa weeye kutubta qaar baa loogu soo wariyey sida imaam axmed oo kale isagoo markaa istisnaagaasi anu la socon hadday noqoto inuu nin ka warinayana waxay noqonaysaa dee inuu marka waxa weeye saxaabi yahay ninku ka warinaya waayo hadduu taabici ahaan lahaa waa sheegi lahaa kolayba waxay noqonaysaa mursalu saxaabi inay tahay noocaasay noqonaysa maraasiisha saxaabaduna waxay noqonaysaa marka waxaweye xuja weeye yanii xuja weeye waxaa la yidhahdaa sufyaan bnu cuyeyna ayaa marna odhanayey waxaan u malaynayaa inuu markaa can rajulin yidhi marna waxaweye si jasmiu u sheegayey calaa kulli xaal xadiidku waxaweye waa haabita waa sugan yahay culamada qaarna waa saxiixiyeen buusirii zawaa'idka ibnu maajah وعكورنا يا اسناد كيس هو صحيح على شرط البخاري شرط يا بخاري الصحيح صحيح بكورنا وحورنا يا مختصر كالشمائل كوى حسن بكورنا يا تعليقي سوسون انا كلي يا سنن كابي داود يا سنن كابن ماجهنا وعكورنا يا وصحيح بكورنا يا الله ودر ما مارينتا ستينا حديث كهربو وينو الشيقية يا الله النبي وقال حديث كهربو وشيخ على كل حال waa sugan tahay waxaa laga qaadanayaa in waxaweeye layska ilaaliyo gaalada markaa waxaweeye nabarradoodu waxa laysaga dhigo in markaa oo layskaga daafaco in la samaysto oo asbaabtii la qaato ayaa laga qaadanayaa waana taa xadiiskii ay ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii u yimi ee hasha watey ee yidhi miyaan xidhaa mise ilaahay baan u tala saartaa icqilha watawakal xidhna ilaahayna tala saaro yacanii isku dar inaad xidho oo intaad iska sii dayso ha odhan ilaahay baan tala saartay marka hore xidh marka dambena xadhigga ha tala saaranoo ha cuskan oo ha odhan xadhig adag baan ku xidhooo baxsan mayso yaa sidaa ha odhan ee allah tala saaro marka asbaabtii in la qaato iyo tala saaradkii in lala yimaado ayaa labadii la ysku darayaa labadii ayaa la kulminayaa baabkaytobnaad باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي باب ذكر ما كي شيء سلا شيغا اي باب جاء كويمي في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفية دي برطة النبي عليه الصلاة والسلام وخاذن شري صفة ديدا وحكويمي أحاديث أه أي أبابيه نبي عليه الصلاه والسلام واختياد قال كود حرنشري واختياد دقالك براء يد برا اي حرنشري تسنوح كمت من باب اتخاذ الاسباب اي مرك كمت حديث كابو قليل اللبيت طبعا قال الامام الترمذي حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك <سؤال> بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه قتيبة بن سعيد هرين أصوى من مالك بن أنس وإمام مالك وعلى قرنة يا ابن شهاب وابن شهاب الزهري حديث السنة كسوى صحيح بخاري يا مسلمين وصوريا ومتفق عليه وإيا أنس بن مالك وحشاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي دخل سوق مكة مكة قلي مكة صوق علي وما فتح مكة سيد حديث دمبابا عضينا أيه وعليه مغفر وعصو قال والحال عليه كركيس سو كسغن مغفر يعني كوفيت بري اي هي كركيس يعني مدح اي فقيل له وحلقوه للنبي عليه الصلاه والسلام هذا كان ابن خطل ان خطل اهي متعلق باثار الكعبه يعني بدل لقد دغو ابن خطل اما اما بيان لقد دغو هذا كاس ابن خطر ابن خطل اهي متعلق وحو هيستا وكل الله ذا بأستار الكعبة داهيه يد كعبة مريه كعبة كاسترنا أسترنا يسارنا أي كل الله فقال وحر النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه دل أي كيري حديث كان بخاري ومسلم بسوري حديث كان يحديث كالسوس كالسو حديث وي لكن سنة كمارك طرف كسوكا يفك فكال لكن هو حديث واحدة اسكو مثلا وكو الرمي عد كالينا وسورس لكن ما دام مركه حقا صكي وسند كوكك لا يرد وياها يسال صلى الله حديث وكال الرقي والا من حيث المعنى يا الراوية سوري يا لا يقول معناه الشيخ يبا وحديث واحدة حديث كبقلي يا صدح قال الإمام الترمذي حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه عيسى بن أحمد وعيسى بن أحمد بن عيسى بن وردان الثقة لكن مرمر بغرائب لي ماداه ترمذي النسائي كريا وحوريي عبد الله بن وهب وإمام كير هرم هاوي عبد الله بن وهبي بن مسلم المصري عن ثقاء فقيها أصحاب الكتب الستة وحبي أوريين أنت كلا سنة كوح هاي سنة كائن صمر أنا بن مالك كوح الشاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هاي صلى الله عليه وسلم دخل مكة مكة أصوق عام الفتح سندي فرشدة مكة لفرطي سندي سند علي سندي سديدات بين أهي ومركي لفرن دونبا وعلى رأسه المغفر وحصو قال جملة حاريه حاليه وعلى رأسه مدح سكركي سحالو كسغن المغفر وكوفيه يد بيرتا هيداي كسغنت كورنا ساس هيدو اه وعليه مغفر اي على رأسه بمعنى معناه دعي اي مغفر كذا مضح حاله سارا قال فلما نزعه وحيره انا ابن مالك فلما نزعه مركو نبي سيبي عليه الصلاه والسلام كوفيه يد بيرتا هيد اسك جاءه رجل نبوي من النبي عليه الصلاه والسلام فقال له حكي للنبي عليه الصلاه والسلام ابن خطل ابن خطل نكي لورنشري متعلق باستار الكعبه وحو هايستايوك الله الله داهيه ذا كعبده داهيه ذا كعبده ايها استايوك الله الله فقال وحو عليه السلام سلام النبي عليه الصلاه والسلام اقتلوه دل ايو للنبي عليه الصلاه والسلام قال ابن شهاب ابن شهاب وحيري وبلغني وحيسوق علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي لم يكن يومئذ محرما ما رنت ان محرمه هين وانو حج مع امرا صوحي حلال أها حلالها وانو محرمه هين ونصق وكملنا ساسا علي حديث كان بخاري ومسلم يا, يا سوري ابن خطر لكل <سؤال> لي لهذا وحو أهان شري نين مسلم أهان شري هو إسلامي واقي كد كدب نوار الدوبة يودين كيبو كان نقضي أو وحو النقضي مرتد وقالوا بي مركو قالوا بينا لبا تبضن وأيو ليمي الزيادة في وكلية كليا معها نبي عليه الصلاة والسلام أيو عايد شري لبها بلوط ayuu markaa waxa weeye odhan jiray cayda nebiga calayhi salaatu wasalaam ku heesa yacnii laba hablood oo markaa heesaha yaqaanna ayuu markaa waxaweeye soo kaxaystay ma aqaan ma addoommay ahaayeen mise qaar uu ujre iyo mushqaayad siinayay ahaayeen dabeedna markaasu odhan jiray cayda nebiga caleyhi salaatu wasalaam aa caayaysaan ku heeso ku geeraaro ku baraambura ayuu odhan jiray marka arrinka noocaasuu samayn jiray

marka afar qofoo caynkaasa ayuu wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam meeshaa ka heshaanba waa inaan la dayne la dilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa raxmad badnaa waa naxariis badnaa isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu naxariis badnaa haddana xasmi iyo go'aan ayuu haddana lahaa oo markay noqoto mawdica xasmiga iyo go'aanka adag ku habboon nebigu waa qaadan jiray calayhi salaatu wasalaam labaalabana markaa kama noqon jirin وأنك يسوك سعون شري فإذا عزمت فتوكل على الله نبي قوحا صاحب حزم وصاحب رحمة لبضوا وككلا صنايل حق وحاها الرحيم حق نوحها حازم يعني قوان له أيها أن لبع لبع أهي يعني ساسو أها عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وحسوك حيي عثمان بن عفان بسوك حيي كعنت سوق نبي قوكيني عليه الصلاة والسلام وصحابة دي اللي تشوقه نوحوا لي ابن ابي الصرح وكان لبايعتن نبي الله ما هضل مر لباد كعلي يا رسول الله لبايعتن يا ابن ابي الصرح وكان لبايعتن وعبد الله بن سعد بن ابي صرح مركي لباد النبي عليه الصلاه والسلام متشواب كعنتنا مر عليه الصلاه والسلام مركز النبي يقول <applause> عليه الصلاة والسلام شعلان لها مركز اركتين انا وقعانتي <applause> كلابتي او كاهايستي متكين انتو صوكاو انو كركا كاشرو مركا صان يا رسول الله انا يالي لهاي مادئي الكبسيد انا يالي لهاي مادئي الكبسيد يا هالله او مطى الي طبعا نوحوا النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للنبي ان يهمه نبي مركا عمسور قال اها انو مركا آه الجبيو روايه kale waxay sheegaysa لا ينبغي للنبي ان تكون له خائنة اعين نبي عمسور قال اها الى خيامين يساءنه اسقناته عمسور قال مركا نinka sidaas ku baaqday oy isaga marke lama dilin ابن خطال نك لي waxaa waagii hore la odhan jiray cabdulcuza ibnu khatal baa la odhan jiray qaarna waxay yidhaahdeen cabdulcuza ibnu hilaal ibni khatal baa la odhan jiray waxaad ku arkaysaa kutubaha qaarkood inay kuu qorayaan cabdullaahi ibnu khatal in la odhan jiray culamadu waxay ku xambaareen markuu islaamay in laga bedelay cabdulcuza woo cabdullaahi lagu magacaabay dabeedna magicii markii dambe lagu magacaabay qaarkood ay ku soo naqliyeen insaa laga tilmaamay alaa kulli xaal ninkaasi wuxuu sii balin lagugu daayo kacbadii intuu gaadhay ayuu daahi kacbada iska soo laallaadiyey ya sidaas ayuu sameeyey nebigaa loo soo sheegay calayhi salaatu wasalaam culammada qaar waxay dhaheen waxaa u soo sheegay abubarza abuu barsat alaslami bacdina waxay dhaahaen saciid ibnu xurays baa u soo sheegay calaa kulli xaal nebigu waa amray oo wuxuu idhi uqtuluuh dila shaksi mucayana kuma odran uqtulhu adigu dil السجمع <سؤال> النبي عليه الصلاة والسلام ساسا وذا وحن قنا يفرض كفاية إن سيقود أمر كاسي أسارا يهيو عديقا كم عضو أن يكون كعضو لربو وفرض كفائي أي طهي وسيقود أسارا صحابة المركة وحي أكل برتمين وأكل ديريين فلنت أمر كالا فلنا وي أطر تمين صحابة أطر تنتي وحكم بذها عمار وحكم بذها أبو برزة وحكم بذها سعيد بن حريس وحكم بذها الزبير yacnii waxa weeye saxaabo badan oo mutacadidah ayaa u tartamay waxaa loo badiyaa laba saxaabi baa loo badiyaa inay dileen abuu barsat alaslami iyo saciid bnu xurays riwaayaadka qaarkood waxaabaa la sheegay abuu barsa inuu dilay tan kalena waa la sheegay marka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa si kastaba ha u kala badsadaanbe in abuuberse iyo saciid ibnu xurays ay wada dileen marka sidaasaa ninkii la odhan jiray ibnukhata loo dilay nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaan guud waa bixiyey laakiin ammaanka ciddii gaarka ahaydee uu nebigu sheegay in mar layba la dilaayo way ka hadhantahay o maalintii fatxu makka markay gaaladii jabeen oo ay noqotay inay waxaweye waxba iska celin kari waayeen ay gacmaha taageen ciidan ayna filayno camaaryalayaa soo galay fatxumarka sababtay ku dhacdayna waxay tahay heshiiskii xudaybiya ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la galay gaaladii quraysheed muddo laba sanna aabuu shaqeeyey sannaddii lixaad baa heshiiskaasi dhacay sannaddii siddeedaadna ballankii waxaa jebiyoo ballan furka la yimi gaalada gaalada quraysheed baa ballankii jebiyey si cad oo sariixay ballanka u jebiyeen dadkii kale agagaarkaa ka dhowaa heshiiskaa darafkay doonaan bay ka soo geli karayein reer bani bakri waxay ka soo galeen darafka qureysheed reer bani khusaacana waxay ka soo galeen darafka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta ka dibna qoladii reer bani bakri baa qoladii reer bani khusaaco weedhartay qoladii quraysheedna way ku caawisay reer bani khusaacaa la laayey warkii bay tebiyeenoo madiinay tageen waxay yidhaahdeen waana la laayey bani bakri iyo quraysh oo wada socotaan na laayey yaa annagoo sujuudsan oo rukuucsan bay na laayeen nebigana waa loo waxyoodo waa loo sheegay ballankai inay jebiyeen gaaladu markay si cad ballanka u jebiso oo si sariixa ay u jebiso ballanka oo ballan fur mooye wax kale aan aqbali karin uma baahna in ballanka lagu tuuro laakiin haddii amaarado iyo ifafaale ballanka inay jebinayaan ay muuqato laakiin si cad aynay u jebin لا لم دق على الا بلنكود اللوعي إلا قطورو. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ومر إني سعد وتشبين تاسي. لكن سعد هذا يوتشب يا مبلنكة. حاج الله ما قبلنك إلا قطورو. يا وحبل فرمو يا وحكى الآن قبل يكرن هذا ليما دان. والله اللينا إياه يا وحبل وقيسين. sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo duulay oo muslimiintii ku soo kaxeeyey ciidan fara badan baanu soo kaxaysa allahna wuxuu ka baryey in warkooda ilaahay ka indhasaabo oo ka qariyo quraysh oayna ogaan saas aawadee intii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo socday kamay war helin haddama aragtaa ila masaafo badan baa u dhaxaysa makiya madiinoo afar boqoloo kilomitir ka badan yaa yeah. habeenno dooraa la soconayaa intaasoo maalmood baa la soconayaa ila ciidanku nasiin buu u baahan yahay waa fara badan yahay gaadiid ma wada haysto yacni qaarkood waa lugaynayaan marba meel buu dee degayaa markaa dee wakti dooray qaadanaysa wakhti doora ayay qaadanaysa waxaa la yidhaahdaa cabbaas ibnu cabdiulmudalib baa waagii hore wuxuu ku yidhi abuu sufyaan أبو سفيان وما دس إسلامتي ما دس كيس إسلامتي بقولي مرقس والله إسلام ما يو إلا فرده أي كذا كصعد عن ما إسلام يو وحى مرقس أولموقتي إنه فرده كذا كصعد عن بورتا كذا إنه كصعد عن إنه مستحيل توقع له ساس أولموقتي نبيه عليه الصلاة والسلام وحلق الشجع يعني إنه يلهلك حصان شجع حقه هيد ويسجع وح يري yacnii gabay buu markaa tiriyey markaa xasaan cadibnaa khaylanaa in lam tarawha tusiiru naqca matlacuha kadaa'u fardahayaga waataan weynaa haddii waxa weeye markaa aydaan arkin fardahoo boorka sidaa u karinaya oo u kicinaya oo meeshay ka soo dhacayaanna kada tahay kadadii inaga rida buuli waxay ku war heleen fardihiioo kada ka soo dhacaya cabbaas baa ku yidhi ابو سفيان فردي كذا اي كسو الا هذا البو الري فردي كذا اي كسو على كل حال اسكو داي اني وحوا ابو ابيان سدان وحي نوقت سعيدن عماريه او كن اه ان مركا لوو غلاي الا هدا سي ور هيري لهاين عيد باي قيشن لهاين او خلفوين يو وحباي راادسن لهاين يعيد كعاويسا وحباي راادين لهاين وحي نوقت inaanay markaa u beegtoomi karin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi man dakhala daara abii sufyaan fa huwa aamin maadaama nin markaa waxaa weeye dee odaya uu ahaa uo magac jeclaa dee inuu xoogaa masiye u sheego ayuu doonay si ay taasi ugu xambaarto dee inuu islaamnimada yacni markaa jeclaado kii daarta abii sufyaan galaa waa aamin daarta abii sufyaan maxay ka diiqi ومن دخل المسجد فهو امن مسؤول الحرام ككيد قال انا هو امن ومن اغلق عليه بابه فهو امن كي قرقيس الصحر دانا انا ابن خطر قال يا هضم مركا مسجد الحرام كي بقالي داهي كعبدان الله اللادي لكن حديثك السياج يا وعام حديثك الشيغه يا خصوص كيس الا دلانه وخاص خاص يا عام مركب يسكهري ما دان محل يليا والاسكو خصيصة إذا هو حين غنى يساقفك قال له يريد سجل الدين ما يمر والبديل حرم باء عموم كاس وحوتر ما يمنبت بادنا وحين غنى من العموم عموم كم ادلى قر يا بي والنغني عموم كم ادلى يا بي أي والنغني ويا النبي عليه الصلاة والسلام هذا أرقتان يقود هي <applause> كعبدك الله الله ذا يعني مر نبه الدينين الدلائل. سيدي مركا وحويه ابن خطر لا قدي يعني ساس ضبيه. حتى ما واحد شراء الدليل الشيء ان مكه هبل للسوق لا يحل لاحدكم ان يحمل بمكه السلاح يعني مدكن وما حلالها ان مكه هب كقاطة وما حلالها. لكن وحلورانيا وحلقت الموميا وحلت الدقايق الاين يا هي النبي عليه الصلاه والسلام waxaa loo banneeyey maka inuu ku dagaalamo saacad maalin ka mida inuu ku dagaallamaa loo banneeyey saas aawadeed yacni cumuumka iyaduna waa ka hadhaysaa waxay noqonaysaa mustasnan bay ka noqonaysaa yacni markii la furtay dabadeed in maka waxaweeye hub lala soo galo yacni waxaweye ma aha waxyaalaha daruurada ee xukuumadoo kale markaisaa amniga ay ku sugayaan taasi waxay noqonaysaa in waxaweeye markaa mustasnan ay tahay

وحال حديث كان مكة للسوق سوق إحرام الآن أو واحد سعودي العلم هالعلماء غارقون مكة إحرام الآن من السوق الكرأ أيضا لإحرام إحرام نين مثل ما سوق بعض الفقهاء وحي ينادين دين أيضا لا إحرام نين وإن السوقين يعني علماء الغربة سايرين لكن قول كاسي صحيح ما أها عد أين أُبَّنَّانَيْنْ نين مكة إن السوق قال إحرام نين وعد حج عمر الدنيا waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa markuu sheegay meelaha markaa mawaaqiiddee laga soo ixraamanayo hunna lahunna waliman ataa calayhinna min ghayri ahlihinna minman yuriidu alxaja waalcumra yacnii kuwaasi waxay yihiin ciddii eheladii bimacnaa miiqaat looga dhigay ay ka soo ixraamtaan ee jihadooda markaa ay ahayd halkaa inay ka soo ixraamtaan reer cilaaq yacanio reer masar يا غير شام يعني وحواي يا مدينه فير اليمن مركي صارلو شيقي ايا وحى ليلهن لهن ولمن اتى عليهن يعني يجي غير تومي قد والباهل يوسونا دوكا صو احرامنا يعدي كلا كالاس ولمن اتى عليهن من غير اهلهن يعدي عدي مركا اهل كيودي انا هين أو دي عدي مركا وحواي غير مصرها ودي

ina ka soo ixraamtaan ma saaraan xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim xadiiskan laftiisuna daliil buu u yahay waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ixraaman ma soo gelin maka ma soo gelin waxaabuu xidhnaa koofiyad biru xidhnaa haddii la ixraaman yahayna dee koofiyad la xidhan maayo koofiyad bira la xidhan maayo yaa madixii maadaamuu asturan yahay inaan ixraam jirin bay caddaynaysaa taasay tilmaamaysa حديث كرناه وحكوصه على الورطة النبي عليه الصلاة والسلام وإنو يمن دعونا إيه مكة إنو فتح مكة إصوقوا عمامة مدو مدح حيوصار أنت باب كنل وقوحي قلين وقوي يمن دعونا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء ولما مركع الرواية مسلم المسلم عن بغير إحرام احرامنا ناعا قلصه وفي صحيح مسلم بقى قنت

waxaa lagu kulminayaa inuu iska dul xidhnaa oo cimaamadda madow buu xidhnaa koofiyadda birta ana waa ka dul gashaday taasi waa weji waana sida badanka culammadu ku xambaareen weji labaad culammada qaar waa ku xambaareenoo waa in la yidhaahdo markii hore koofiyadda birta a buu xidhnaa markii dambana ee dagaalkii markaa waxawa dhammaadayna cimaamadda madow ayuu markaa xidhay markaa sidaasaa calaa kulli xaal taasina ayna isaga hor imanayn اين السوء فقيصا وحكى الله قاضنا عد النبي عليه الصلاه والسلام عيداه واحبت بادين يا ان نكريم يعني عايدا النبي عليه الصلاه والسلام وجريمه عظيمه واحلم اذا اين نكريم ساسا ودد يعني اما لي عهدي تون ما يقفك النبي عليه الصلاه والسلام عايه بل كيس وبوريه حتى ادب الله هذا معاهدة أها يقال <applause> معاهدة أها أما قال ذم أها بل إن سوى بريه هذا يعيد ترى <applause> هذا هو أما ما قال يذا سوى حوطر يعني النبي عليه الصلاة والسلام عيد سوى وحكبت بادنا يا وحد من الحدود وانا سيدا النبي عليه الصلاة والسلام وكو أمري كعب بن أشرف إلا الدلو كعب بن أشرف يا يهود مركا la jirte ee markaysaga la jeeniga ahayd iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka dhexeeyey heshiisbaa ka dhexeeyey cahdi baa ka dhaxeeyey marka waxa uu sameeyey kacbubna ashraf inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam caayo uu gabayocaya tiriyo gabayocayo oo nebiga ku caayayo inuu tiriyo ayuu markaa waxa weeye sameeyey wuxuu kaloo sameeyey abaabul gaaladii intuu markaa la xidhiidho inuu soo abaabulo oo soo tirtirsiyo oo soo kiciyo oo u yidhaahdo maxaa la fadhidaan meeshaa laydinku imanayaa i maxaad la joogtaan ku soo duula annaguna waxa weeye markaa soo duushaan waaidla gaashaan qaban doonnaa waaidla dagaalgeli doonnaa maxaa qabanaysaan ma inta halkiinna laydinku imanayaa sugaysaan yacnii tirtirsi buu halkaana wadi laakiin tirtirsigaba waxaa ka weyni badan cayda nebiga calayhi salaatu wasalaam uu caayi jiray saas aawadeed yacnii ballan burin bay noqonaysay oo waxaan markaa ballan burin mooye wax kaleba aqbalayn bay ahayd nooc aynu sheegaynay saas aawadeed nabdul cahdi waxba uma baahna mar hadduu nebiga caayo ya oo sabi la yimaado uma baahna markaysaga in markaa la yhahda ballankiisii baa lagu tuuraya in la yidhaahdo uma baahna cayda marka la sheegayana lagama tilmaamayo wuxuu isagu ictiqaadsan yahay oo caqiidadiisa sheegista uu sheegayo ee sabbiga markaysaga markaa kale ayaa laga hadlayaa masalan hadduu gaalkii dimmiga ahaa ama mucaahadka uu yidhaahdo anigu ma aaminsanin muxamed in rasuul ilaah yahay dee caqiidadiisaa sidaas ah taa sabbi la ictibaarin maayo laakiin wixii cay un iska ah oo marka waxa weeye ziyaado ka ah oo iska cay un iska ah taasaa laga hadlayaa taasaa waxay noqonaysaa ballanburin bay noqonaysaa oo la ictibaarinayo ballankii inuu buray la ictibaarinayo waayo kacbu bna ashraf saxaabadii markaa khidadday u sameeyeen muuqaalkeedii wuxuu noqonayey yacnii markaa haddii aan sabiga iyo cayda iyo ashyaadaasi aynay jiri lahayn waxay noqonaysay macno ammaan baa loo fahmi kari lahaa ammaansiin baa loo fahmi kari lahaa marka waxa weeye sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu kaga jawaabaa maadaama marka waxa mucaamalo inay la gelayaan ay u sheegeen oo yacni waxa weeye ay saas u tilmaameen ee xaalka noocaas ah miyaynay noqonayn y ammaan siiyeen wuxuu odhanayaa sheikhulislaam ibnu taymiya cayda nebiga la caaye calayhi salaatu wasalaam waa xaddun min alxuduud xadkana ammaan iyo cahdi iyo wax baajinaya xadka ma jiro yacni marka cayda nebiga la caayoana waa xad yacni xukunkiisu dil yahay weeye sidaas aawadeed ayaan markaa waxaweeye wax ka badbaadinayaa aanu markaa jirin yacnii saas ayay markaa waxa ween culammada ay marka tilmaameen oo sheegeen waa yahay halkaah inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atublayk